السلام عليكم شباب بريف 3 ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 9 كفر الشيخ طبعا يا شباب هنسيب ان شاء الله لينك البلاي ليست للالجبرا والجيومتري كاملة محلولة في الكومنتات والديسكربشن ادخل على اللينك اعمل له سيف عندك عشان تسمع الفيديوهات اللي فاتتك وتابع معانا الفيديوهات اللي هتنزل ان شاء الله لانه مع نهاية الترم هنكون حلينا كل الاكزامز بالنسبة للطلبة كتير بتكتب لنا في الكومنتات يا مصر عايزين امتحان كذا امتحان دمياط امتحان والله بنحاول يا شباب باقصى مجهود ان احنا ننزل لكم كل الامتحانات ولكن احنا مضغوطين جدا في فتره المراجعه دي فدعواتكم ودعمنا لينا والطالب اللي هو عايز امتحان بعينه مستعجل متاح انك تدخل اونلاين وتتواصل معايا نشتغل سيشن مع بعض نحل فيها الامتحان تعالوا بقى نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بالصلاه والسلام على رسولنا الكريم نبدا 1 بيقول تشوز ذا انسر فروم جيفن نمبر 1 The point negative 3 and negative 4 lies on the نقط quadrant طبعا negative و negative دي من البوينتس المشهورة جدا إن هي في الثيرد quadrant ولو حابب تفهمها بشكل أكتر فأنت معاك هنا negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 وهنا negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 3 and negative 4 اللي هي هنا كده ده الفيرست سكند ثيرد في نمبر 2 بيقول لي اف 2 باور اكس ماينس 1 ايكوالز 8 زين اكس ايكوال طيب ادي 2 باور اكس ماينس 1 ال 8 دي هنعملها 2 باور 3 البيزس ايكوال هنا يبقى اكس ماينس 1 ايكوال 3 ده الباورز يبقى النيجاتيف 1 تروح هناك بالبوزيتيف يبقى 3 بلس 1 3 بلس 1 ايكوالز 4 نمبر 3 بولي 1 of the measures of the of the dispersion is الديسبرشن اللي هو التشتت طيب ايه اللي بيقيس الديسبرشن مفيش غيره هو الستاندرد ديفيشن في طبعا الرينج ولكن هو مش موجود هنا هو الستاندرد ديفيشن هو اللي موجود في التشويسز دي نمبر 4 بيقول لي x 3 y 4 then root x square plus y square. x square يعني 3 square y square يعني 4 square 3 power 2 تبقى 9 4 power 2 تبقى 16 9 plus 16 equals 25 root 25 equals 5 نمبر 5 بيقول لي x y equals 7 then y varies not طبعا طالما هما ملتبلات كده يبقى دي inversely variation وطالما inversely variation يبقى الإكس هنا هتبقى في الـ dominator يبقى مع 1 over x نمبر 6، ثيرد اوف ذا نمبر 3 باور 12 ال 3 باور 12 اهي ملتبلات الثيرد، أول ما لك ثيرد اوف ذا نمبر كده يبقى ملتبلات، يبقى 3 over 12 over 3. كيب الـ base and subtract the powers، 12 minus 1 تبقى 11. Number two, letter A, you leave x equal to three and four. y equals three, four, five, six and eight. r is a relation from x to y, where a relation with b. Means a half of b, the أهم For each a belong to x, b belong to y. Number one, write r. type, write r d, as ما in number lena, يكون can اللي هنا a two and four. و3 and 6 و4 and 8 represent it by an arrow diagram عايزين arrow diagram عشان نعمل ال arrow diagram ادي ال x وادي ال y ادي 2 3 4 وادي هنا 3 4 5 6 8 2 رايحة لل 4 وال 3 رايحة لل 6 وال 4 رايحة لل 8 ادي الالو بتاعنا في نمبر 2 بقى لي prove that r is a function mention its range طبعا واضح ان الار r ليه r is a function because each element in x has only one image in y عشان كل element من ال x دول عنده الصورة واحدة فقط في y طب ايه هو الرينج بقى يا مستر الرينج هو النمبرز اللي احنا اخترناها من الواي اللي هي ال4 وال6 وال8 نيجي ال لتر بي بيقول لي في اكس اوفر واي ايكوال 2 اوفر 3 اول ما يقول لي كده اعمل اكس اوفر واي ايكوالز 2 اوفر 3 ايكوال ام يبقى الاكس

يبقى ratio في الأخير ايكوالز 4 over 3 number 3 لتر A بيقول لي if A, B, C, D are proportional quantities prove that A plus 2C over B plus 2D equals 3A plus C over 3B plus D هنعمل ان ال A over B

يبقى 2dm والb زي ما هي وال2d زي ما هي هناخد هنا الام هاي common factor ولما ناخد من هنا الام يتبقى البي ولما ناخد من هنا الام يتبقى ال2d ويتبقى تحت b plus 2 d ده over ده equals 1 ويتبقى في الأخير الام تعالى بقى نروح للرايت هاند sign 3A plus C over 3B plus D A بBM والC بDM over 3B plus D هناخد الm هنا هاي فاكتور لما ناخد من الm هنا يتبقى 3B لما ناخد الm من هنا يتبقى D وهنا يتبقى 3B plus D ده كده يروح مع ده equals M يبقى أقول له كده D1 و D2 ونرجع نقول from 1 and 2 two, two sides are equal خلينا نروح للليثر بي بيقول لي اف اف اوف اكس ايكوالز 2 اكس بلس البي اند اف اوف 3 ايكوالز 10 فايند فاليو اوف بي ذن فايند فاكشن اوف هاف طيب هو بيقول لك فاكشن اوف 3 ايكوالز 10 يبقى انت عشان تجيب الفاكشن اوف 3 الاكس يبقي ال2 تايمز 3 بلس البي لك ده كده هيطلع معاك ب 10 يبقى تعمل هنا 10 يبقى 10 equals 2 times 3 6 plus b يبقى b equal 10 minus 6 يبقى b equals 4 طيب لما b 4 يبقى f of x equals 2x plus 4 بيقول لك بقى ايه find fraction of half عايز half يعني 2 تايمز الهاف بلس ال 4 2 تايمز الهاف 1 1 بلس ال 4 ايكوالز 5 تعال نشوف نمبر 4 لتر ايه مع بعض بيقول لي if y varies directly with x ما كملش يا شباب اقول له كده y varies directly with x then y equals mx automatic and y equals 8 ادي الواي ب 8 اهي وان x equal 4 يبقى m times 4 يبقى m equal 8 divided by 4 واللي هي 2 يبقى ارجع اكتب كده the equation y equal to x ده كده relation بين ال x وال y جبناها اوتوماتيك بيقول لي the value of y when x equals 7 عايز ال value بتاعت y لما x ب 7 يبقى 2 times 7 كل هي equals 14 فلتر بي بيقول لي if b is the middle proportional between a and c prove that a square plus b square over b square plus c square over b square plus c square equals a over c طالما طيب قال لي ميدل بروبورشنال دي مهمة جدا إن أنا أعمل كده A over B equals B over C equal ال M هنحدد الريشيو دي ونقول إن ال B equals C M وال A أوعى تقول B M غلط C M سكوير لأن ده continued proportional طيب تعالى بقى نعمل الريبليسنج نبدأ بالليفت هاند سايد A سكوير يبقى نبليس ال A وال C سكوير بلس ال B سكوير يبقى C M سكوير أوفر ال B سكوير واللي هي square plus C, square. C square M سكوير بلس ال C سكوير أدي C سكوير M باور 4 2 تايمز 2 4 بلس C سكوير M سكوير هنا سي سكوير ام سكوير بلس سي سكوير هناخد هنا سي سكوير ام سكوير هيكون كومن فاكتور لما ناخد من هنا سي سكوير بتروح لما ناخد من هنا ام سكوير يتبقى ام سكوير لما ناخد من هنا سي سكوير ام سكوير يبقى 1 وهناخد من هنا سي سكوير يتبقى ام سكوير ولما ناخد من هنا سي سكوير يتبقى 1 عشان انا بعمل اوفر سي سكوير اصلا دي هتروح مع دي والبراكت هيروح مع البراكت هيتبقى m square نروح للليت هاند سايد واللي هو a over c ال a ب cm square اهي over c دي تروح مع دي يبقى m square دي نمبر 1 ودي 2 فروم 1 And the two both sides are equal. Negative number five, letter A, really represent graphically the so function F where. f of x equals x plus 1 power 2 وعندك x belong to closed interval from negative 4 to 2 ادي ال x وادي ال y ادي ال negative 4 نيجاتيف ثري نيجاتيف تو نيجاتيف ون زيرو ون اديت تو تعالى بقى نعمل دبل كليكريت آدي مود 7 ونعمل هنا إكس plus 1 باور 2 واعمل ايكوال وبعدين اشوف الستارت بوينت واللي هي النيجاتيف 4 وبعد كده الاند بوينت واللي هي 2 واعمل ايكوال هيطلع لي كل الفالوز 9 بعد كده 0 بعد كده 1 يبقى ادي 9 تعالوا بقى نريبليس ده او نريبريزنت ده

تعالى بقى نشوف بيقول لي عايز الكوردينيتس اوف ذا فيرتكس اوف ذا كيرف الكوردينيتس واضحة جدا اهي اللي هي negative 1 و 0 واضحة من التيبل جدا برضو اللي هي negative 1 و 0 نمبر 2 ذا minimum فاليو اوف ذا فانكشن المينيمم اللي هي دي اللي هي 0 اللي هي بتبقى الواي يعني في ليتر بي بيقول لي كالكوليت ذا ستاندرد deviation اوف ذا سيت اوف ذا values 3 6 7 9

plus 15 over the 5 equals 8 ادي التيبل بتاعنا هنا الاكس هنا الاكس ماينس الاكس بار هنا الاكس ماينس الاكس باور 2 الفاليو بتاعه الاكس اللي هي 3 6 7 9 50 الاكس ماينس 6 بار يعني 3 ماينس 8 اللي هي نيجاتيف 5 وهنا 6 ماينس 8 نيجاتيف 2 7 ماينس 8 نيجاتيف 1 9 ماينس 8 1 15 ماينس 8 7 هناخد بقى ده باور 2 النيجاتيف 5 باور 2 تبقى بوزيتيف 25 ال 2 باور 2 4 طب والنيجاتيف مالكش علاقه بيها كده كده هتبقى بوزيتيف ال 1 باور 2 1 وال 1 باور 2 1 وال 7 باور 2 49 هنجيب بقى التوتال واللي هو 49 بلس ال 1 بلس ال 1 بلس ال 4 بلس ال 25 يبقى التوتال 80 يبقى ال standard deviation هو عبارة عن summation of x minus ال x bar bar 2 over n يبقى ال 80 over ال n اللي هو 1 2 3 4 5 يبقى ادي روت 80 over ال 5 equals 4 يبقى standard deviations equal 4 كده يا شباب يكون انتهى الاجزام نلتقي في الاجزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفاده الاكبر والاكبر طلبه جميع المراحل عرض السنه دي مش هيتكرر عرض الاونلاين طلبه المراحل البرايمري اللي هي جريد 4 5 6 سعر السيشن 25 جنيه بريب 1 35 جنيه زي ما هو ظاهر قدامكم بريب 2 45 جنيه بريب 3 55 جنيه للسيشن السيشن دي برايفت يعني سعر رمزي برايفت يعني طالب واحد فقط السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيقرر فيها يحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما اللي يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب فيحل قبلها طالب حابب يراجع ويبدا المنهج من الاول في وقت يا مستر اه ان شاء الله في وقت رغم ان احنا في خلاص فاضل وقت قليل على الامتحانات الا انه نقدر نشرح المنهج كاملا بامر الله، لأنه احنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واثنين في اليوم وحصلت مع طلبه كتير. طيب حابب نحل اكسرسايز بتاعت لسن معين، ريفيجن، نشرح اجزاء معينه من المنهج، مجمع شويه اسئله واقفه معاك وحابب تفهمها. اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده، اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف ايه اللي انت حابب نعمله في السيشن دي نركز عليه ونشتغل عليه ونشتغل على نقط الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام وبشكل اخص الحاجات اللي انت بتحددها فالسيشن دي هتفرق معاك جدا وبالاخص ان هي السنه دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصه والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز معاك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين احنا بنحاول بامر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكميه فما تبخلوش علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناه تنتشر وتكبر أه كومنتاتكم الايجابيه صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنه عن اللي قبلها واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم